أهلا بكم من جديد. التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في منطقة الظفرة. جرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة. وشارك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رياضة الصيد بالصقور إحياء للموروث والتقاليد العربية الأصيلة. حضر اللقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وأعضاء الوفد المرافق لجلالة الملك وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات الشقيقة. وقد غادر عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعد زيارة خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.